طبعا أتشرف بوجودي اليوم في منتدى قدوة العالمي. هذه منصة مهمة جدا بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد. المعلم هو أساس منظومة التعليم، كيف إحنا نقدر نقدر المعلم وأيضا تطوير هذه المنظومة في مثل هذه المنصة، تبادل الأفكار وأيضا الاقتراحات والأسئلة من سواء كان المعلم من دولة الإمارات أو معلم دولي. فنعتبر أن هذا منتدى مهم جدا، وجود وزارة التربية والجهات التعليمية مهم جدا، وأيضا كيف أن إحنا نقدر كمسؤولين أن نساعد في تسهيل وتطوير هذه المنظومة. شكرا.